أنا حمد نصر، سويدي مذيع في أخبار الإمارات. اسمي سويد حمد سرور الكعبي. إبراهيم عبد الله استادي. أنا من النوع اللي يحب ينظم وقته. هذه اللعبة أنا بدأتها تقريبا في عام 1991. هواية بديت بها من الصغر وحاولت أني أطورها عندي. لا مخرج يسوي لك حشرة، لا كاميرات، لا إضاءة، لا دنيا بعيد عن الناس. هذه حياتي. حكاية مذيع في رمضان على نور دبي.